قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول الصحابي أو فعله إذا خالفه تابعي وكانت الحجة مع التابعي، هل يرد بذلك قول الصحابي؟ نعم، إذا اتضح الدليل، إذا اتضح الدليل فإنه يؤخذ بالدليل في أي وقت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شوف، أولا الأدلة، أولا الكتاب، ثانيا السنة، ثالثا الإجماع، رابعا القياس الصحيح، خامسا قول الصحابي، قول الصحابي. نعم، وأدلة أخرى، الاستصحاب والمصالح المرسلة، وفيها أدلة أخرى مختلف فيها. نعم.